السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي حبايبي الصف العاشر، حياكم الله في حصتنا اليوم اللي راح نراجع من خلالها مراجعة الشهر الأول. في هاي المراجعة شباب راح نراجع الدرس الأول والثاني والثالث من المادة تحسبا لامتحاناتكم في المدارس واختلاف عدد الدروس اللي داخلة معاكم في امتحان الشهر الأول. فإحنا راح نراجع درس تطور الكائنات الحية، درس الفيروسات، درس الفيرويدات والبريونات، بعدين راح نحل عليهم امتحان قوي ودقيق عشان نراجع كل المعلومات اللي احنا اخذناها في هاي الحصة، وبإذن الله تعالى نوصل للعلامات الكاملة في مادة الأحياء زي ما عودناكم. بعض منكم درسوا عندي سابقا، بعض منكم طلاب جداد، فحياكم الله في حصة المراجعة الشهرية الأولى لسنة 2024-2025. حبايبي الطلاب، بدنا نبدأ الآن بدرس تطور الكائنات الحية. الآن راح يكون في عنا شرح تفصيلي في هاي المراجعة ثم حل امتحان، يعني لا تخاف، بدك تضلك مطمن إنه أنا راح أشرح شرح تفصيلي بعدين بنحل الامتحان، يعني جميع أفكارك راح تظلها مترابطة مع بعضها البعض بإذن الله تعالى. معنى كلمة تطور هي تغير في الكائن الحي ولكن بمرور الزمن. يشترط شباب، لا تيجي تقول لي التطور هو تغير في الكائن الحي، غلط. لازم تحكي لي انه تغير في الكائن الحي بمرور الزمن اجباري، تمام؟ طيب، هذا معنى كلمة التطور. فأجوا علماء بدهم يفسروا هذا التطور ويحطوا آراءهم وفرضياتهم ونظرياتهم لهذا التطور. فأول نظرية تم وضعها هي نظرية الانتخاب الطبيعي، نظرية الانتخاب الطبيعي التي تسمى بنظرية التدرج، وضعها عالم اسمه داروين، تمام؟ وخلينا نشوف هل هاي النظرية مقنعة أو لا. احنا ما بنقدر نحكي نظرية صحيحة أو خاطئة، ولكن بنقدر نحكي مقنعة أو غير مقنعة، يوجد أمثلة عليها أو لا يوجد أمثلة عليها، تمام؟ ولكن النظرية تبقى نظرية قد تثبت وقد تنفى مستقبلا. طيب، هي نظرية وضعها العالم داروين. شو حكى العالم داروين في هاي النظرية؟ حكى الكلام اللي احنا بنعرفه في الأحياء. قال بأنه الأفراد اللي أكثر قدرة على التكيف، اللي بتكيفوا مع بيئتهم، هم اللي راح يظلهم عايشين ويتكاثروا ويورثوا الصفات لأبنائهم. أما الأفراد اللي ما لهم قدرة على التكيف، هذول راح يتعرضوا للانقراض، تمام؟ يعني كأنه بيحكي بأنه الظروف الملائمة، الظروف البيئية الملائمة تزيد من أعداد الجماعة الحيوية، ولكن إذا كانت الظروف البيئية غير ملائمة، يعني ما تكيفوا معاها، تحد من أعداد الجماعة الحيوية. هاي الكلام اللي أنا حكيته كله موجود عندك في الدوسية. هاي الدوسية طبعا موجودة على ملفات الدورة بشكل مجاني لطلاب البطاقة، تمام؟ هاي الدوسية فيها جميع أسئلة أفكر وأتحقق وأبحث بإجاباتها النموذجية من المركز الوطني للمناهج، وفيها أسئلة الدروس بإجاباتها النموذجية وأسئلة الوحد بإجاباتها النموذجية، وكله طبعا الطلاب بيعرفوا هذا الكلام. طيب، نظرية وضعها العالم داروين تنص على أن الأفراد الأكثر قدرة على التكيف اللي بتكيفوا حياهم الله يحظون بفرصة أفضل للبقاء والتكاثر وتوريث الصفات لأبنائهم، تمام؟ هلا مع توالي الأجيال بتبلش الصفات المرغوبة تتجمع لحد ما يظهر عندي أفراد أكثر تكيفا مع البيئة. العالم داروين افترض هاي الكلام اللي أنا حكيته كمان، إنه الظروف الملائمة تزيد من أعداد الجماعة الحيوية، والظروف غير الملائمة تحد من أعداد الجماعة الحيوية، تمام؟ طب أنت يا داروين قاعد بتحكي لي تكيف تكيف تكيف، شو التكيف؟ فقال التكيف هو حدوث تحورات في تركيب الكائنات الحية أو في سلوكها. حدوث تحورات في تركيب الكائنات الحية أو في سلوكها. طب أستاذ، ما هو التطور كمان حدوث تغير في الكائن الحي، وهنا حدوث تغير في الكائن الحي في تركيبه وفي سلوكه وإلى آخره. طب أستاذ، شو الفرق؟ الفرق ما بين التطور والتكيف إني أنا ركزت على إنه التطور يتم بمرور الزمن، ولكن التكيف لا يشترط إنه يكون بمرور الزمن، علما أن التكيف يؤدي إلى التطور. التكيف يؤدي إلى التطور. أوكي، شكرا يا داروين. داروين، هل في أمثلة على نظريتك؟ والله إحنا اكتشفنا أنه في أمثلة على نظرية داروين. داروين بكلامه اللي هو حكاه وجدنا أنه يوجد مثال على هذه النظرية
بأن سلالات البكتيريا تطورت لتصبح مقاومة للمضادات الحيوية. يعني عشان أنا أفهمك، أنا الكتاب كاتب لك هذه الجملة، بس أنا بدي أفهمك بأنه أول مضاد حيوي تم اختراعه بواسطة العالم ألكسندر فليمنج في سنين سابقة هو البنسلين، المستخلص من فطر اسمه فطر البنسيليوم، تمام؟ فهذا العالم لما اخترع البنسلين، كان البنسلين يدخل على الجسم يقضي على جميع أنواع البكتيريا، فعال 100%. الآن في هذا الزمن لو تروح تشمط لك حبة بنسلين على الفاضي، ولا رح تقضي ولا على أي نوع من البكتيريا. طب إيه شو السبب؟ البكتيريا صارت تعرف البنسلين، صارت تعرف هذا المضاد الحيوي وتقاومه وتتغلب عليه، تمام؟ فصاروا في الجيل الثاني من المضادات الحيوية، ورح يكملوا في هاي الأجيال من المضادات الحيوية. ليش بيجددوا في المضادات الحيوية؟ لأنه كل مضاد حيوي قابل إنه البكتيريا تتعرف عليه وتتطور وتصير مقاومة لهذا المضاد الحيوي، فبيكتشفوا قاعدين مضادات حيوية جديدة. طب يا داروين كيف التطور بيصير اللي انت بتحكي عنه؟ هل بطيء ولا سريع؟ قال لهم لا، التغير بين الأنواع يحدث ببطء وثبات بمرور الوقت فيما يعرف بنظرية التدرج. عشان هيك أنا في البداية قلت لك هاي النظرية يطلق عليها بنظرية التدرج. شفنا هذا المثال كذلك بأنه الحلزين ذات الألوان البنية، شوف عددها قاعد بيزيد لأنها متكيفة مع البيئة، ولكن الأحمر والأخضر والأزرق ما تكيفوا مع البيئة وبالتالي أعدادهم قلت. يعني الظروف الملائمة تزيد من أعداد الجماعة الحيوية، والظروف غير الملائمة تحد من أنواع أو من من أعداد الجماعة الحيوية. ما تلاقوا مع بيئتهم، كانوا معرضين للافتراس اللي هم الأزرق والأخضر والأحمر فقلوا، ولكن البني كان متكيف مع بيئته فعدده زاد. نظرية التوازن المتقطع هاي النظرية الثانية وضعها عالمين إلدريج وجولد. هذول العالمين الله يخلف عليهم وشكرا لهم كثير على هالنظرية اللي ما عليها أمثلة وتعرضت لنقد العلماء. هاي النظرية حكوا من خلالها كلام يعاكس كلام داروين، تمام؟ قالوا لا يا عمي، التطور مش شرط يكون بطيء، ولا التطور بيكون سريع. إيه؟ إذن لا يكون التطور دائما بطيء ولا يستغرق مدة طويلة زي ما قال لكم داروين وضحك عليكم، ولكن تحدث قفزات سريعة تظهر بعدها الأنواع الجديدة ثم فترة من الاستقرار. وجينا قلنا لهم طيب بما أنه داروين كلامه غلط وأنتم كلامكم صح أعطونا أمثلة. ما في أمثلة. إذا تعرضت نظرية التوازن المتقطع إلى نقد العلماء لعدم وجود أمثلة على حدوثها. ولا مثال، مش أمثلة، إلا ولا مثال فيه على حدوث هاي النظرية. بالتالي ما نقدر نحكي خطأ، ممكن تثبت مستقبلا، ولكن الأكثر إقناعا هي نظرية داروين من نظرية التوازن المتقطع. وشفنا كيف في عندنا مقارنة ما بين نظرية التوازن المتقطع ونظرية التدرج. التدرج التغير بين الأنواع فيها بيكون بطيء وثابت بمرور الزمن، تمام؟ أما التوازن المتقطع بيكون تغيرات مفاجئة وسريعة. طلع هون الفراشة كيف فجأة تغيرت ألوانها أو استقر وثم استقرت باللون الجديد. هون بشكل تدريجي كل شوي بتغير درجة من درجات اللون، تمام؟ لحد ما وصلت إلى الألوان اللي هي موجودة عليها الآن. طيب فالأكثر إقناعاً هي نظرية التدرج. أوكي، إذا أي نظرة النظريتين تتطلب وقت أقل؟ أكيد نظرية التوازن المتقطع، لأنه بيقولوا فيها إنه التطور بيكون سريع أو التغير بيكون سريع. أعطينا أدلة على حدوث تطور الكائنات الحية. أوكي في تطور، ولكن أعطينا دليل كيف أنا بدي أعرف إنه هذا الكائن متطور. عندك ثلاث طرق. الطريقة الأولى علم التشريح المقارن. بإمكانك تجيب كائنات تشرحهم وتقارن بينهم، عشان يسموه تشريح مقارن، شرح وقارن. فلما تم تشريح الأطراف الأمامية لبعض الحيوانات زي الخفاش والدولفين والقط، تشابهوا في تركيب. مش ذاكرين من الكتاب شو هذا التركيب، ولكن أنا بدي أحكي لك عنه. هذا التركيب، هذا التركيب المسؤول عن تكوين الأصابع، هذا التركيب. فوجد عند هذول الثلاث كائنات، فعرفنا أنه هذول الثلاث كائنات يصنفوا من ضمن الثدييات، إذن هم نفس النوع. إذن أنا شرحت، قارنت، عرفت بأنه هم من نفس النوع. أوكي، الدليل الثاني بإمكانك أنت تقارن، بدل ما تشرح الأنواع الحالية وتقارن ما بينهم في تشريح المقارن، بإمكانك تقارن ما بين إشي حالي وإشي سابق من خلال السجل الأحفوري. من خلال السجل الأحفوري هذا يبين التغيرات بين الأنواع الحالية والسابقة.
اللي فوق علم التشريح المقارن، حالية مع حالية، هنا حالية مع سابقة، وبيعرفني بالأنواع المنقرضة. طيب يعني الآن أنا حنا في السجل الأحفوري، طبعا هو نمط لحفظ التطور، عندنا في السجل الأحفوري اللي هي الأحافير اللي لقيوها سابقا، حافظين فيها هاي الأحافير، هاي عظمة كاحل لا غزال كمثال، يعني عظمة كاحل مش شرط عظمة كاحل ولكن مثال، وعظمة كاحل للحوت البدائي، وعظمة كاحل للكلب. طيب فأجينا على هذول الثلاث كائنات. الآن لو جبت أنا هون واحد مثلا من الغزلان، جبت واحد من الغزلان شرحته، طولت عظمة الكاحل تاعته زي هاي، معناته هو زي نفس الشكل ما تغير. إذا أنه مختلف عن هاي بقول آه الغزلان تطورت واختلفت عن هذا الشكل، تمام؟ يعني أنا بقارن بين إشي حالي وإشي سابق عندي في السجل الأحفوري، تمام؟ طب إذا أنا ما لقيت ولا كائن بتشابه مع هاي العظمة، بعرف إنه هذا الكائن انقرض، زي الديناصورات مثلا لو جينا الآن على الأحافير تاعتهم، في زيهم حاليا؟ ما في، إذا انقرض. يعني هاي بتبين لي التغيرات بين الأنواع الحالية والسابقة، وبتعرفني بالأنواع المنقرضة. الأدق والأحدث والأجمل والأروع، البيولوجيا الجزيئية، هاي بتقول لك يا عمي تغلبوش حالكم، ولا تشرحوا ولا تقارنوا ولا تعملوا أي شيء من خلال الجزيئات اللي موجودة في جسم الكائنات الحية. زي مين؟ زي الحموض الأمينية التي تكون البروتينات، والحموض النووية اللي هي الدي ان ايه. فأنت بتقارن ما بينهم، بدل ما تجيب عظام خلص قارن في المادة الوراثية. أصلا حاليا بيستخدموها البيولوجيا الجزيئية في يعني بدهم يعرفوا الطفل هذا لا أي أب وأي أم، بيقارنوا في الدي ان ايه، تمام؟ بدهم يعرفوا المجرم مين هو المجرم، لقينا شعره في مسرح الجريمه بنقارنها مع المشتبه بهم، مين اللي صار عنده تطابق، مين اللي الدي ان اي تاعه بيشبه الدي ان اي اللي احنا لقيناه في مسرح الجريمه، معناته هو المجرم. اذا انا صار في عندي شيء اكثر دقه واسهل واحدث، البيولوجيا الجزيئيه طبعا. طيب اوكي صار في تطور، وعرفنا انه صار في تطور من خلال الادله تاعت قبل شوي، بس كيف صار؟ في اليات للتطور. اول اليه الانعزال، ممكن الكائن الحي انعزل عن بقية الجماعة تاعته وراح عاش في بيئة ثانية واتكاثر هناك وجاب أفراد متكيفين على البيئة الجديدة فتغير محتواهم الجيني. إذا هذا الانعزال يعني بأنه بعض الأفراد انعزلوا عن بقية الجماعة وراحوا غيروا محتواهم الجيني في بيئة جديدة، فصار عندهم صفات جديدة مش موجودة عند اللي زيهم من هذا النوع، تمام؟ يعني سواء كان هذا الانعزال جغرافي أو بيئي أو سلوكي أو فصلي أو تركيبي، المهم أنه صار في انعزال. طيب كمان في الآلية الثانية هي التدفق الجيني. التدفق الجيني يعني هجرة، بس هجرة لمين؟ هجرة الجينات، يعني انتقال الجينات التي يحملها أفراد من مجتمع إلى آخر بسبب الهجرة، يعتبر مصدر مهم للتنوع الجيني. يعني الناس على سبيل المثال في جنوب افريقيا، انا بعطيكم مثال يعني بس عشان تستوعبوا شو الفكره، في جنوب افريقيا كل الناس هناك يعني بشرتهم غامقه، تمام؟ بسبب الاحتلال البريطاني بتلاقي انه العاصمه هناك، العاصمه عاصمه جنوب افريقيا، والله الناس هناك بيض وشقر. شو اللي خلاهم؟ لانه الناس من بريطانيا اجت في الاحتلال، عاشوا هناك، تزاوجوا وتكاثروا، وخلوا الافراد عندهم صفات جديده ما كانت موجوده سابقا. هذا اسمه تدفق جيني، الجينات هاي ما كانت موجودة عندهم في إفريقيا ولكن أجت من برا، فهذا يسمى تدفق جيني. الآلية الثالثة اللي بتخلي التطور يصير هي الطفرات. طفرات يعني تغير مفاجئ في تركيب المادة الوراثية تؤدي إلى ظهور صفات جديدة لم تكن موجودة سابقا. يعني شخص مصاب بمتلازمة عنده صفات جديدة، لما يتكاثر أبنائه عندهم متلازمة فهو مختلف عن باقي الناس، إذا شكلا طبعا مختلف. إذا هاي الطفرة سواء كانت نافعة أو ضارة هي سببت اختلاف، تمام؟ وبالتالي هاي الطفرات تورث من الآباء للأبناء عن طريق الجاميتات، وبالتالي صار هذول الناس عندهم صفات مش موجودة عند باقي الناس سواء كانت مفيدة أو ضارة. احنا ما بنحكي يعني انه يعني كله ضار، لا، في طفرات مفيدة. هاي الطفرة سواء مفيدة أو ضارة، المهم انه سببت اختلاف الشخص هذا عن بقية الأشخاص، تمام؟ سواء عند الإنسان أو الحيوان أو النباتات إلى آخره. طيب أسئلة الدرس طبعا موجودة بإجاباتها نموذجية وحليناها على البطاقة. أسئلة الوحدة الأولى اللي هو لأن الوحدة الأولى عبارة عن درس واحد. نيجي على درس الفيروسات. الفيروسات حكينا بأنه هي حلقة وصل بين الكائنات الحية والجمادات. بعض العلماء درسوا الفيروسات وهي على الطاولة وهي في التربة وهي في الهواء، قالوا هاي كائن مش حي. ليش؟
لأنه الكائنات الحية عندها 7 شروط أخذناهم في التاسع. عندك التنفس، تكون أجسامها من خلايا، النمو، الحركة، الاستجابة للمثيرات، الإخراج، بالإضافة للتكاثر. فلما أجينا شفنا الفيروس على الطاولة ولا في الهواء ولا في التربة ما عنده تكاثر، إذن عنده 6 شروط، إذن هو كائن غير حي. لما يدخل على جسمي أو جسم الحيوان أو جسم النبات بيصير يأخذ من إنزيماتنا وبروتيناتنا ويتكاثر، بيصير عنده 7 شروط، يتحول إلى كائن حي. فسموه هاي الفيروسات بأنها حلقة وصل بين الكائنات الحية والجمادات. فالفيروسات مين اللي اكتشفها؟ كان في مرض اسمه مرض تبرقش التبغ لأشجار التبغ أو نبتة التبغ. بدأ العالم الروسي ديمتري إيفانوفسكي، وهسه بيجوا بيقولوا لي هذا الاسم صعب، وهم حافظين اسم ليفاندوفسكي لاعب برشلونة، حافظين أسماء اللعيبة، بس بيجوني هون بيقولوا ديمتري إيفانوفسكي صعب. لا، ديمتري إيفانوفسكي مش صعب، نفس ليفاندوفسكي، روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة، هنا ديمتري إيفانوفسكي، تمام؟ فأنت مش راح تنساها وتقول ليش إنها صعبة، وكمل معنا يا غالي. طيب، فديمتري إيفانوفسكي بدأ يعمل تجارب لدراسة مرض تبرقش التبغ، بس إيش؟ الله يسهل عليه، ما كملش الدراسات، أكملها عالم هولندي اسمه مارتينيوس بايرينك. شو اسمه؟ مارتينيوس بايرينك، هذا بيكون صاحبه لأريون روبن لاعب بايرن ميونخ السابق. طيب، فبايرينك هنا هذاك بايرن، تمام، بيلعب في البايرن، هنا بيلعب في إيش؟ في البايرينك، أو اسمه بايرينك. طيب، توصل إلى أن مسبب مرض تبرقش التبغ هو جسيمات معدية أصغر من البكتيريا، سماها الفيروسات. قال لهم أنا شو عرفت مين مسبب مرض تبرقش التبغ؟ فيه جسيمات صغيرة معدية، معدية يعني بتنتقل من نوع إلى آخر أو من كائن إلى آخر، وبالتالي هي أصغر من البكتيريا، أنا بدي أسميها فيروسات. شكرا يا مارتينيوس بايرينك، بس بدنا حدا يفرجينا شكلها. راح توفى الله يسهل عليه. فأجانا عالم أمريكي اسمه ويندل ستينلي، تمام، ويندل ستينلي هذا عمل بلورة، بلورة يعني فرجانا شكلها الخارجي لهاي الجسيمات المعدية، وسماها، عرف انه هذا الفيروس سموه فيروس فسيفساء التبغ اللي هو TMV توباكو موزايك فيروس، وهو اول فيروس مكتشف. وعشان انا اشوف تراكيب الفيروسات حكينا بانه نستعمل المجهر الالكتروني. طيب، الفيروسات انا جمعت لك لها تعريف، هي جسيمات معدية اصغر من البكتيريا، هذا غشيتها من كلام بايرينك، تمام، وهي طفيليات داخلية إجبارية. شو يعني طفيليات؟ يعني تتطفل على الكائنات الحية. داخلية إجبارية يعني هي عشان تصير كائن حي هي مجبورة أنها تكون داخل كائنات حية أخرى، وبالتالي هي مجبورة تكون جوا، فسموا داخلية إجبارية، تمام. ولكن ليش هي ما عندها الشرط السابع، أو شو ما عندها؟ تفتقر الفيروسات إلى بروتينات وإنزيمات لازمة للتكاثر، فلما تدخل على الكائن الحي بتسرق منه الإنزيمات والبروتينات، ما عندها غشاء بلازمي، ما عندها سايتوبلازم. طب شو عندها؟ كيف لما يروح واحد بده يتقدم لوحده، والله عندك بيت؟ لا ما عنديش. عندك سيارة؟ لا ما عنديش. عندك فلوس؟ لا ما عندي. طب شو عندك؟ بيقول أنا عندي الفيروس، بيقول أنا عندي محفظة، تمام، محفظة، مش زين كاش، محفظة. محفظة هي عبارة عن غلاف يحيط بالحمض النووي، يحيط بالحمض النووي اللي هو المادة الوراثية، يعني الحمض النووي هو المادة الوراثية. طيب شكرا، عندك محفظة؟ طب ما هي شو بدنا فيها وإذا فاضية؟ لا بتكون مليانة. إذا محفظة الفيروس أو الفيروس عنده محفظة، وهي عبارة، هي حطت لك أنا إلها تعريف، غلاف بروتيني يحيط بالحمض النووي، يعني يحيط بالمادة الوراثية. طيب شو عندك كمان؟ قال والله مش كل الفيروسات عندها هذا التركيب، بس في بعض الفيروسات عندهم غير المحفظة، في عندهم غلاف غشائي يحيط بالمحفظة. يعني الفيروسات كلها عندها محفظة بس الفيروسات عندها كلها غلاف غشائي لا. الغلاف الغشائي عند بعض الفيروسات مش عندهم كله، تمام. شكرا. في فوائد للفيروسات؟ في فوائد. الإسهام في التوازن البيئي، يعني في كائنات الفيروسات بتمرضها وبتموتها، طب هيك احنا استفدنا توازن بيئي، ما يكثروا الكائنات، تمام. الحفاظ على جاهزية جهاز المناعة لدى الإنسان، تعرفوا جهاز المناعة لو ما في فيروسات في الدنيا بيكون نايم دائما، اللي مخليه صاحي جهاز المناعة انه كل نفس احنا بناخذه ممكن ناخذ معه فيروسات، فبيضل صاحي جاهز، نشوف هذا النفس بيجي معه فيروسات ولا لا، النفس اللي بعده، النفس، يعني جاهز 24 ساعة على مدار اليوم. وسيلة للدراسات البيولوجية، بعض الدراسات البيولوجية يتم إجراءها بواسطة الفيروسات زي تعديل الكائنات الحية جينيا، وهذا راح تأخذوه في التوجيه. طيب شكرا على هاي الفوائد. شو أشكالكم يا فيروسات؟ 4 أشكال. في فيروس اسمه آكل البكتيريا، ذيلي، عنده ذيول، هاي الذيول تاعته، تمام. في فيروس كروي، يعني شكله كرة، يا سلام. في فيروس اسطواني، كيف يعني شكله اسطواني؟ يا سلام، فنانين رائعين،
فالاستنتاجات والله إذا كروي شكله كرة، وإذا أسطواني شكله أسطواني والله، وإذا عنده ذيول ذيلي، والله سهلة. هذا شو اسمه؟ هذا متعدد السطوح، متعدد السطوح، هذا الشكل شفتوه في الكوفيد 19. أوكي، في تصنيف ثاني للفيروسات؟ بناء على الحمض النووي تاعها. إحنا الحمض النووي عندنا دي إن إيه وعندنا آر إن إيه في أجسامنا إحنا. المادة الوراثية هي الدي إن إيه، واللي بتصنع بروتينات هي الآر إن إيه، ولكن الفيروسات لا، الفيروسات هي الكائن الحي الوحيد اللي ممكن تكون مادة الوراثية دي إن إيه وممكن تكون آر إن إيه. طيب، اللي بتكون عنده مادة وراثية دي إن إيه قد تكون حلقي مفرد أو حلقي مزدوج، هي حلقة واحدة يعني حلقي مفرد، حلقتين يعني حلقي مزدوج، يا سلام. وممكن يكون خطي مفرد يعني خط واحد، أو مزدوج يعني خطين، أوه سهلة. طيب، والآر إن إيه نفس الإشي، ممكن يكون خطي مفرد أو مزدوج، ولكن الحلقي لا يمكن أن يكون مزدوج، فهو دائما مفرد. يعني أي الأشكال التي لا يمكن توفرها، الدي إن إيه الحلقي المفرد متوفر، دي إن إيه حلقي مزدوج متوفر، دي إن إيه أو عفوا آر إن إيه حلقي مزدوج لا مش موجود، آر إن إيه حلقي مفرد موجود، تمام. إذا الشكل الوحيد اللي مش متوفر آر إن إيه حلقي مزدوج. أوكي، تكاثر الفيروسات من خلال دراسة الفيروسات آكل البكتيريا اللي هو الذيلي، عرفنا ندرس ونكتشف آلية تكاثر الفيروسات، فعرفنا أنه أول آلية هي الدورة الحالية، والدورة الحالية سميت بالدورة الحالية. طبعا احنا جايين نراجع، يعني الطالب المفروض أنه بيعرف شو يعني دورة حالية، بس أنا بدي أقول لكم إياها من أول وجديد، أنه الدورة الحالية سميت بالدورة الحالية لأنه دخول الفيروس أو دخول المادة الوراثية للفيروس على الخلية المصابة تؤدي إلى تحلل المادة الوراثية للخلية المصابة، فسميت بالدورة الحالية. طيب، خلينا نشوف كيف الآلية. اطلعوا على هاي الرسمة، شوف الفيروسات، يا سلام، هذا فيروس آكل بكتيريا ذيلي، شفنا شكله قبل شوي، أجى على خلية بكتيريا التصق فيها، تمام؟ التصق فيها بواسطة الذيول تاعته بعد أن تتعرف المستقبلات اللي موجودة على الخلية. أوكي، بعدين حقن مادة الوراثية بالداخل، هاي مادة الوراثية حقنها جوا البكتيريا، فتحللت المادة الوراثية تاعت البكتيريا. طلع كيف تحللت؟ تحللت عشان يسموها دورة حالية. طيب، بعد ذلك بلش يضاعف في المادة الوراثية تاعته هذا الفيروس، هي بلشت تضاعف المادة الوراثية تاعته، وجمعت مكوناتها وبنت فيروسات جديدة، طلع الفيروس الأصلي صار في منه 5، يا سلام، من نفس النوع طبعا، صار في منه 5، هذول الخمسة صاروا قادرين، ما أنا قلت إذا دخلوا على الجسم المصاب بيصيروا قادرين إنهم يفرزوا إنزيمات، بيفرزوا إنزيمات بتفجر الخلية اللي هم فيها، وبالتالي بتطلع الفيروسات الجديدة إلى خارج الخلية. يعني دخل عندك فيروس صاروا 5، والله تكاثروا. طيب، فالكلام اللي كاتب لك إياه هون، يحقن الفيروس مادة الوراثية داخل خلية البكتيريا فيتكاثر داخلها، تنتهي الدورة بموت خلية العائل يعني المصابة اللي هي خلية البكتيريا في هذا المثال، وتحليلها وخروج فيروسات جديدة. الفيروسات التي تتكاثر بالدورة الحالية تسمى الفيروسات الممرضة بشدة. يعني لو قلت لك عرف الفيروسات الممرضة بشدة، هي الفيروسات التي تتكاثر بالدورة الحالية. طيب، في دورة ثانية، في دورة اندماجية، هون ما بتحلل ولا بتندمج، يا سلام سهلة، ما بتحلل بتندمج، بنسميها دورة اندماجية، شكرا. طيب، طلع هذا الفيروس الغالي المحترم العزيز، أجل التصق بخلية البكتيريا، حقن مادة الوراثية جواتها، بس ما حلل دي إن إيه البكتيريا ولا اندمج معه. طلع 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 كيف اندمج معه، هاي اندمجوا اثنين مع بعض، فاندمج دي إن إيه الفيروس مع كروموسوم البكتيريا، قال لك يا عمي أنا ما بدي أحللها، كل ما البكتيريا تتكاثر كل ما أنا بتكاثر مع هاي البكتيريا، تكاثرت صارت ثنتين، تمام. هاي هنا في دي إن إيه للفيروس وهنا في دي إن إيه للفيروس، شكرا لك يا بكتيريا، تكاثرت احنا تكاثرنا معك، مرتب الأمور، فهو بيظل موجود هون، بيظل كامن، وممكن انه يروح يتجه على الدورة الحالية اللي اخذناها قبل شوي، ممكن ينفصل دي إن إيه الفيروس احيانا ليتبع الدورة الحالية، او بيظل كامن زي هيك، تمام. اذا فيها تتضاعف المادة الوراثية للفيروس من دون تحليل خلية البكتيريا، اذ تندمج المادة الوراثية الخاصة بالفيروس مع كروموسوم خلية البكتيريا وتتضاعف معه كلما تكاثرت البكتيريا. في هذه الأثناء جينات الفيروس بتضلها كاملة وممكن إنها تتحول إلى الدورة الحالية. بعد ذلك حكينا عن بعض الفيروسات، حكينا الأمراض الفيروسية دائما إذا أصابت نوع ما بتصيب نوع آخر، يعني بصيب البكتيريا ما بيصيبني، اللي بيصيبني وما بيصيب النبات، اللي بيصيب النبات ما بيصيبني، ولكن في بعض الفيروسات تتخطى حاجز الأنواع زي الحمى النزيفية القاتلة اللي هي الإيبولا، هاي طبعا إذا أصابت شخص يعني أو 90% من المصابين بيموتوا، يعني إذا 100 شخص انصابوا بالإيبولا لا سمح الله 90 منهم رح يموتوا. متلازمة التنفس الحاد الوخيم سارس زي مرض الكورونا،
متلازمه الشرق الاوسط التنفسيه، انفلونزا الطيور، انفلونزا الخنازير والايدز، هذول اجونا من انواع ثانيه، هذول تخطوا حاجز الانواع. انفلونزا الطيور اجتنا من الطيور، والخنازير اجتنا من الخنازير، تمام؟ متلازمه التنفس الحاد الوخيم سارس مثلا، الكورونا اجتنا من الخفاش، الايبولا اجت من الجمال سابقا، بتيجي من كائنات اخرى يعني. فبتتخطى هي حاجز الانواع، بتحس انه هاي الفيروسات قويه، بتتخطى تيجي من نوع الى اخر. ولكن لو اجاني فيروس التي ام في هسه، فيروس التي ام في تبركش التبغ، شو بده يصير لي؟ بدي اتساقط اوراقي؟ لا، ما بياثر علي. بس هذول الفيروسات لو اجوك من حيوان ولا من نبات، هذول بتخطوا حاجز الانواع. طبعا كلهم جايين من حيوانات مش من نباتات. اوكي، اول فيروس اسمه فيروس الروتا، تمام؟ وهذا فيروس منتشر جدا وينتشر عندنا في الاردن مره او مرتين في السنه، يسبب الاسهال والاستفراغ وارتفاع درجات الحراره، بيسببه فيروس الروتا، تمام؟ هذا سببه انك انت ماكل طعام ملوث او حطيت ايدك بتمك وهي ملوثه. مده الحضانه يومان، المقصود بمده الحضانه هي المده الفاصله ما بين الاصابه وظهور الاعراض، هي تعريفها موجود هون في نهايه الجدول، شايفين وين مده الحضانه؟ هي بس خلصوا الجدول بتلاقوا تعريف مدة الحضانة. هي المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض لأحد مسببات المرض وأول ظهور لأعراضه، تمام؟ يعني أنا إذا لا سمح الله واحد منكم انصاب، بلشت تظهر عليه أعراض فيروس الروتا، يعرف إنه هو الفيروس هذا دخل على جسمه قبل يومين، مش اليوم، قبل يومين، تمام؟ شو بيسبب؟ ارتفاع حرارة، إسهال وقيء، يعني استفراغ. كيف بدي يكون عندي وقاية منه؟ باخذ مطعوم فيروس الروتا وبعتني بنظافة اليدين. المرض الثاني هو الإيدز، يسببه فيروس العوز المناعي البشري المكتسب الـ HIV، وينتقل بالأدوات الحادة الملوثة بالفيروس أو من سوائل الجسم المصاب، سواء دم أو سوائل جنسية وحليب الأم، تمام؟ مدة الحضانة تاعته كارثية، من 9 أشهر إلى 20 سنة. تظهر الأعراض ممكن بعد 9 أشهر إلى 20 سنة. أول ما يدخل على جسمك بتحس أنه أنت صار في عندك أعراض، طبعاً لا سمح الله بشرح بصيغة أنت وأنت وأنت، ولكن لا سمح الله، شبيهة بأعراض الرشح. لما يصير مدته في الجسم من 9 إلى 20 سنة، من 9 أشهر إلى 20 سنة، بيصير في انخفاض في الوزن، خمول، إصابة بالأورام السرطانية، انعدام المناعة، انهيار جهاز المناعة الكامل، يؤدي إلى الوفاة طبعا، ما له علاج. عشان يكون في عنا وقاية منه لازم يكون في التزام ديني وأخلاقي، لأنه أحد طرق انتقاله هي عن طريق السوائل الجنسية. فإذا كان إحنا عنا التزام ديني وأخلاقي وبالتالي ما رح ننصاب فيه. إذا بدك يعطوك دم لا سمح الله، لازم أنك أنت تتأكد، أو في المستشفيات لازم يتأكدوا أنه الدم اللي بدهم يعطوك إياه ما يكون يحتوي على الـ HIV. كمان ما تشارك الأدوات الشخصية مع حدا ثاني. كذلك بدك تتجنب استخدام الأدوات الحادة أو الثاقبة المستعملة وغير المعقمة. بدك تستخدم أدوات حادة بتعقمها قبل هيك، أو فيش داعي تستخدم أدوات حادة، تمام؟ يا سلام، أدوات حادة زي إيش؟ زي السكاكين والمسطرة والقصص، هاي كلها، هاي كلها أدوات حادة. فإذا انجرحت فيها لازم أنك أنت قبل ما تجرح حالك حاول أنك تعقم، تمام؟ إذا لحقت، وإذا ما لحقت يعينك الله. طيب، التهاب الكبد الهيباتايتس، هذا منتشر عندنا، أو منتشر في إفريقيا طبعا مش عندنا، يعني بيجي عندنا، انتشر قبل فترة في أحد المناطق في المملكة، ولكن انتشر عندنا النوعية الخفيف البسيط. في منه فيروس التهاب الكبد A وفي B وفي C وفي E، تمام؟ هذا بنتقل من الماء والغذاء الملوثان ببراز شخص مصاب، تمام؟ أو بنتقل عن طريق الدم، يعني المي الملوث، الغذاء الملوث، الدم، تمام؟ مدة الحضانة يعني من أسبوعين إلى 6 أشهر في حالة فيروس C مثلا. طيب، بيصير عندك يرقان، يعني اصفرار، ألم في البطن واستفراغ. العناية بنظافة اليدين، وبتأخذ مطعوم التهاب الكبد اللي هو مطعوم الهيباتايتس. الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، هذول الثلاث مرتبطات ببعض. الحصبة بيسببها فيروس الحصبة، والنكاف بيسببه فيروس النكاف، والحصبة الألمانية يسببها فيروس الحصبة الألمانية. كلهم بنتقلوا عن طريق رذاذ التنفس. مدة حضانتهم الحصبة من 7 إلى 15 يوم، النكاف والحصبة الألمانية من 14 إلى 21 يوم. الحصبة بتشبه الجدري ترى، هي أعراض زكام وطفح جلدي أحمر. النكاف تورم الغدد اللعابية النكافية، وممكن يصير في التهاب في الخصيتين لدى الذكور طبعا. الحصبة الألمانية بصير في بقع حمراء على الوجه والأذنين والساق. والحصبة الألمانية لو أصابت الأم أثناء حملها في 3 أشهر الأولى تؤدي إلى إنتاج جنين لديه تشوهات، ممكن يفقد السمع.
كلهم علاجهم مطعوم الـ MMR اللي بتاخذوه بالصف العاشر. طبعا مطعوم الـ MMR هذا المطعوم الثلاثي، ليش ثلاثي؟ لانه للحسبة، والحسبة الالماني والنكاف. واخر شيء جدري الماء، برضه معروف عندنا جدري الماء يسببه فيروس جدري الماء النطاقي وينتقل عن طريق التنفس ولمس المريض. تمام، يعني اذا شفت لك واحد مجدر لا تروحش تلمسه ولا تروح تتنفس بوجهه ولا يتنفس بوجهك، دير بالك. مدة حضانته من 14 إلى 16 يوم، تفقد الشهية يا غالي، يعني بتضعف تنحف، بصير عندك صداع تأخذ بنادول يا غالي، وبصير عندك ارتفاع درجة حرارة، يعني بتصير تغلي، بقع حمراء تتطور إلى بثور مملوءة بسائل، بصير في عندك حكة، ودير بالك تروح تفقعهن هذول الحبوب، وفروة الرأس والجذع أو على أعلى الذراعين والساقين، يعني بدك تضلك تحكحك زي يعني بتعرفوا الأشخاص المصابين بالجدري كيف بيصير فيهم. وبتأخذ مطعوم جدري الماء، طبعا احنا بناخذه في الصف الأول بيعطوه عندنا هون. أوكي، نروح على الدرس اللي بعده، الدرس الأسهل الأجمل الأروع، الفيرودات والبريونات. يعني حتى لو أنت مش داخل معك هذا الدرس، يعني بتوقع المدارس راح تدخل إما أول درسين أو أول ثلاث دروس، زي ما أنا عام أنا مدخل عندي في المدرسة أول ثلاث دروس لطلاب العاشر. طيب، فهذا الدرس الثاني من الوحدة الثانية طبعا، واللي هو الدرس الثالث من المادة، فراح نراجع، هو كله صفحة مش راح يأخذ معنا وقت، صفحتين مش راح يأخذ معنا وقت. يعني إذا أنت مش داخل معك هذا الدرس خليك خمس دقائق نكون مخلصينه، خليك احضر تسلى معنا، هينا بنتسلى. الفيرويدات والبريونات هاي مسببات أمراض، ولكنها إيش؟ ولكنها مش كائنات حية، أسهل أو أصغر وأبسط تركيبا من الفيروسات الحقيقية. الفيرويدات أول إشي عبارة عن جزيء RNA حلقي صغير، معلوماتنا هنا جدا يعني سهلة، RNA حلقي صغير غير محاط بغلاف بروتيني، يصيب الخلايا النباتية فقط، يعني لو دخل الفيرويد على أجسامنا ما بيسبب إشي. تمام، العالم اللي اكتشف الفيرويدات اسمه ثيودر دينر، تمام، بيوصفها مسبب لمرض الدرن المغزلية في البطاطا، شاف اطلع هو كان على البطاطا، هذا الزلمة كان يحب البطاطا، فكان يظل ينزل على الغور ويطلع على البطاطا، فقال لك البطاطا هون ابصر مالها مش مزبوطة هاي البطاطا، فقال لك ايه بدي اعرف شو القصة، فدرس واكتشف بانه مسبب هذا المرض اسمه الفيرويد. سألناه شو الفيرويد، قالنا هو RNA حلقي صغير غير محاط بغلاف بروتيني يصيب الخلايا النباتية، قلنا له شكرا، قالنا ممكن يصيب البطاطا وممكن يصيب الحمضيات والبندورة والخيار والتفاح، يعني الثمار بشكل عام النباتية. طيب قلنا له يا دينر يا غالي يا محترم، اللي بنصاب بالفيرويدات النبتة اللي بتنصاب بالفيرويدات شو بيصير فيها؟ قالنا ولا شيء، بتتخزق الأوراق، يعني نخر في الأوراق وسيقانها بتكون قصيرة، تشقق في اللحاء وتتأخر نمو البراعم والأزهار ونضج الثمار، يعني النبتة خلينا نحكي تدمر المحصول كامل. من الأمثلة على الأمراض اللي بتسببها الفيرويدات مرض الدرن المغزلية في البطاطا اللي هو درسه دينر، ومرض اسمه كادانج اللي هو يصيب جوز الهند، تسبب في القضاء على أكثر من 20 مليون شجر جوز الهند في جنوب شرق آسيا، يعني في دولة الهند. تمام، فهذا كادانج يعني حتى اسم المرض عندهم في الهند الله يهديهم إلا يكرروا الكلمة يعني دايما، يعني يقول له كيف حالك بيقول لك تمام إلا يكرر الكلمة مرتين، فهيهم قايلين لك كادانج. أوكي، نروح اللي بعده، البريونات هاي هي التي تصيب الحيوانات والإنسان، هاي عبارة عن بروتينات طبيعية، بروتينات موجودة في أجسامنا، موجودة في أجسام الأبقار، موجودة في أجسام المواشي، موجودة في أجسام الحيوانات كلها، بتلتف بصورة مغلوطة، هي بتلتف لبروتينات، ما هي التفت بصورة مغلوطة، تتحول إلى بروتينات معدية، بتبلش تسبب إيش؟ أمراض. شو يعني بروتينات معدية؟ يعني البروتين إذا التف بصورة مغلوطة صار بريون، وبيصير يعدي البروتينات اللي حواليه كلها تلتف بصورة مغلوطة وكلهم يتحول إلى بريونات، وكارثتها انها تصيب الجهاز العصبي المركزي، يعني الدماغ. تمام، وبالتالي يعني اذا شخص انصاب باي مرض من امراض البريونات سلامتك وتعيش. يلا، العالم الامريكي اللي اكتشف هاي البريونات اسمه بروزينر، شو اسمه؟ بروزينر. طيب يا بروزينر، قالنا هذا بروزينر بانه البريونات بتكون بتظهر في ادمغه الحيوانات المصابه، في الادمغه يعني في الجهاز العصبي المركزي، بتظهر تجاويف صغيرة متعددة بسبب موت الخلايا العصبية، البريونات بتموت الخلايا العصبية، بيصير في فراغات في الدماغ، والدماغ بأخذ مظهر اسفنجي زي سبونج بوب كيف يحتوي على ثقوب، نفس الإشي. تؤدي هذه التغيرات في تركيب الدماغ إلى تغيرات في سلوك الحيوان تنتهي بالموت، بس يعني شو بيصير لك؟ بتموت.
طيب نشوف الآن بعض الأمراض اللي بتسببها البريونات. شوية أمراض اللي هو في مرض اسمه جنون البقر، تمام، يصيب الأبقار والمواشي. في مرض اسمه الداء العصبي يصيب الخراف. مرض اسمه الهزال المزمن يصيب الغزلان والأيائل. ومرض اسمه كرويتز فيلد جيكوب يصيب الإنسان. وهذا كرويتز فيلد جيكوب من عام 1994 لحد الآن موت 200 شخص في بريطانيا، تمام. أوكي، هل ممكن ينتقل من حيوان لآخر؟ لو مثلا خروف أكل من لحوم أبقار مصابة بالبريونات بيصير عنده داء عصبي. لو غزال أكل من هذا الخروف بيصير عنده هزال مزمن. لو إنسان أجي أكل لحمة أبقار مصابة بالبريونات بيصير عنده كرويتز فيلد جيكوب، فبتنتقل من نوع لآخر. طيب كيف أستاذ؟ ما هي المفروض إنه الأبقار اللي مثلا على سبيل المثال الأبقار اللي انصابت بجنون البقر مش المفروض نتخلص منها؟ بيروحوا بتخلصوا منها، بيجيبوا اللحوم تاعتها بخلطوها مع الأعلاف، بيجي خروف بشمط لك إيش وجبة أعلاف مرتبة، بتيجي أنت بتذبح الخروف وبتقدح لك منسف على هذا الخروف، وإلا أنت إيش معبي جسمك بريونات يعطيك العافية. إذا يمكن للبريونات أن تنتقل من حيوان إلى آخر عن طريق الأعلاف التي تخلط بلحوم حيوانات مصابة ثم تقدم لحيوانات آكلة أعشاب. ممكن تنتقل للبشر إذا تناولت لحوم حيوانات مصابة. طب الطهي ما بيخلصنا منها؟ لا، الطهي بيخلصك من مسببات الأمراض اللي هم البكتيريا والفيروسات، بيخلصك من كل شيء، بس ما بيخلصك من البروتينات. طب ما أنت هسه بتاكل لحمة بتاخذ بروتيناتها، فكيف أنت بدك البروتينات ما بتموت مع الطهي؟ ما هاي بروتينات برضه بس التفت بصورة مغلوطة، وبالتالي الطهي اللحوم لا يقضي على هذه البريونات ولا يوجد لها علاج. ليش؟ علل لي أن مدة حضانة هذه الأمراض تصل إلى 10 سنوات، وبالتالي أنت شخص انصاب بكرويتز فيلد جيكوب. هذا ما كله خروف قبل 10 سنوات، نروح ندور على الخروف، ما هو مذبوح، من وين جايبه؟ احنا شو بعرفنا قبل 10 سنين من وين ماكل؟ وبالتالي يعني الامور او التتبع صعب جدا. نروح على امتحان الشهر الاول اللي انا عاملكم اياه، موجود اجابات النموذجيه معه، موجود هذا الامتحان على ملفات الدوره، موجود هذا الامتحان لطلاب البطاقه طبعا، وموجود هذا الامتحان على موقع جو اكاديمي للطلاب اللي بيحضروا هاي الحصه على اليوتيوب. يعني بينزلوا لكم اياه الشباب في المنصه، ما شاء الله عنهم والله يعطيهم العافيه. طبعا منصه جو اكاديمي ما بتقصر مع الطلاب في امتحاناتهم الشهريه لكل المواد طبعا. اذا انت بتحضر هسه في ماده الاحياء وعندك امتحانات ثانيه، كل الامتحانات فيها مراجعات مجانيه على قناه جو اكاديمي، فمنصه جو اكاديمي ما بتقصر معاكم، ودائما منصه جو اكاديمي بتظلها ماسكه بايدك لعند ما تخلص جامعه، مش بس تخلص توجيهي، لا بتخلص توجيهي بتجيب من اوائل المملكه وبتروح على الجامعه وبتدرس عند جو اكاديمي، ولعند ما تتخرج من الجامعه بفلتوك جو اكاديمي. ممكن ترى يصيروا كمان جو اكاديمي، طب ليش ما يصيروا يتبعوا معك في الشغل كمان؟ ليش ما يساعدوك في الشغل؟ والله ممتازه هاي، وين ما تلفوا ما بتلاقوا زي جو اكاديمي، حنينين في جو اكاديمي احنا. طيب السؤال الاول، عرف كل من المصطلحات العلميه التاليه. طبعا الان راح اعرف انا بشكل شفهي والاجابات موجوده تحت. التطور هو تغيرات في الكائنات الحيه بمرور الزمن. التكيف تحورات او تغيرات في تركيب الكائنات الحيه او في سلوكها. الانعزال هو انعزال افراد عن بقيه الجماعه تؤدي الى تغير محتواهم الجيني. تدفق الجيني، انتقال الجينات من مجتمع الى مجتمع اخر لم تكن موجوده فيه سابقا، كله حكيناه قبل شوي. الطفرات، تغيرات مفاجئه في الماده الوراثيه. المحفظه، غلاف بروتيني يحيط بالحمض النووي للفيروسات. الفيروسات جسيمات معديه اصغر من البكتيريا وهي طفيليات داخلية إجبارية. الفيروسات الممرضة بشدة هي الفيروسات التي تتكاثر بالدورة الحالة. مدة الحضانة هي المدة الفاصلة بين الإصابة وظهور الأعراض. الفيرويدات جزيء أرانيه حلقي صغير غير محاط بغلاف بروتيني. البريونات بروتينات طبيعية التفت بصورة مغلوطة فتحولت إلى بروتينات معدية. شكرا لكم. يلا نروح على السؤال الثاني اللي هو multiple choice، نشوف الإجابات الصحيحة وندور عليها مع بعض. يبين تغيرات الأنواع الحالية عن السابقة والتعريف بالأنواع المنقرضة. مين هذا؟ سجل الأحفوري. تفتقر الفيروسات إلى جميع الآتية: تفتقر للغشاء البلازمي، بدون ما عدا. تفتقر للسيتوبلازم، تفتقر للإنزيمات وبروتينات التكاثر، ولكن ما بتفتقر للمحفظة، كلهم عندهم محفظة. النظرية التي تنص على حدوث التطور على شكل قفزات سريعة، هاي نظرية إلدروج جولد الأذكي صلاة النبي عنهم. التوازن المتقطع. تطور بعض سلالات البكتيريا لتصبح مقاومة للمضادات الحيوية تعتبر مثال على نظرية الانتخاب الطبيعي والتي تسمى بنظرية التدرج، كمان صح.
يحدث التطور على مستوى مين؟ التطور بمرور الزمن، يعني على مستوى الجماعه. الفرد لحاله ما بيقدر يتطور، ولا الخليه لحالها تقدر تتطور. تمام؟ تالي الجماعه. اكمل جدول المقارنه التالي. جنون البقر مين يصيب؟ يصيب الابقار والمواشي. واللي بيصيب الخراف شو اسمه؟ الداء العصبي. والهزال المزمن يصيب مين؟ الغزلان يا غزلان والايائل. وكرويتز فيل جيكوب، طلع خليت لكم اياها فراغ لانه اذا انا حطيت الانسان هون وانتم تكتبوا اسم المرض راح تعجبوا. وبالتالي الانسان. اوكي. السؤال الرابع، اذكر اشكال الفيروسات الخارجيه. اشكال الفيروسات الخارجيه، عندنا الكروي اللي شكله كره، وعندنا الاسطواني اللي شكله اسطوانه، وعندنا متعدد السطوح الغالي. اوكي. وفي عندنا المحترم اكل البكتيريا. طيب اكيد مش راح يجيك سؤال في الامتحان اكل البكتيريا شو بوكل او مين بيصيب. طبعا هو ايش؟ الذيلي. هو نفسه الذيلي. ليش هيك؟ الذيلي. افضحونا الطلاب هسه اللي مش من طلابي وقاعدين بيحضروا على اليوتيوب، بيقول لك هذا الاستاذ بيعرف شو يكتب. هي الذيلي مبينه، اشوف من عندكم والله مبينه. اوه والله مرتبه كمان. طيب اذكر فوائد للفيروسات. صرنا ساعه من ذم في الفيروسات وطلع لها شويه فوائد، اللي هم الثلاث فوائد اللي حكيناهم قبل شوي. اسهام في التوازن البيئي، الحفاظ على جاهزيه جهاز المناعه، ووسيله للدراسات البيولوجيه. هاي الاجابات موجوده عندكم. تمام، هاي الاجابات النموذجيه. السؤال الاول التعريفات كلها موجوده عندك، السؤال الثاني رموز الاجابات، السؤال الثالث الجدول، السؤال الرابع الاشكال، والسؤال الخامس اللي هو فوائد الفيروسات، واخيرا وفي الختام بنحكي. هيك بنكون انهينا مراجعه الشهر الاول لماده الاحياء، وباذن الله راح نحصل على العلامه الكامله بجهودنا وجهودكم باذن الله. باذن الله باذن الله ربنا ما بيضيع لنا تعب ولا بيضيع لكم تعب، ودائما ان شاء الله بندعي لكم بانه ربنا يوفقكم ويرفع قدركم في الدنيا والاخره. وهي الدعوه كثير دائما انا بدعيها لطلابي، يعني ان شاء الله ربنا بيرفع قدركم في الدنيا والاخره، وبتتوفقوا في امتحاناتكم، بتحصلوا على العلامات الكامله، ودائما بتفرحوا اهاليكم بنتائجكم، وبتكونوا قد المسؤوليه، وما بيضيع لكم تعب سواء انت درست بالليل ولا بالنهار ولا الفجر. دائما ربنا ما بيضيع لك تعب، وان شاء الله بانه بنشوفكم من اوائل المملكه. دائما بدي اوصيكم وطلابي بيعرفوا هذا الكلام، وانتم بتتعلموا اذا كنتم مش من طلابي على اليوتيوب قاعدين بتحضروا. فانا بختم حصتي دائما بالصلاه على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته، وسلم تسليما كثيرا. محبكم الاستاذ ابراهيم صباح، منصه جو اكاديمي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.